تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن خالص تعازي الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء من المصلين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن قتل الأبرياء خلال الصلاة يعد عملا صادما، ويؤكد مرة أخرى أن الإرهابيين مجردون من القيم والأخلاق الإنسانية.